عند اجتماع فريق IEP الخاص بالطفل، فأحد البنود التي سيتم مناقشتها هي البيئة الأقل تقييداً LRE لتعليم الطفل. يعد بند البيئة الأقل تقييداً جزء من قانون ذوي الإعاقة، والذي يقول أنه ينبغي للأطفال المستفيدين من التعليم الخاص التعلم في البيئة الأقل تقييداً، وهذا يعني أن يقضوا أكبر وقت ممكن مع إقرانهم الذين لا يحصلون على التعليم الخاص. عند عرض مصطلح البيئة الأقل تقييداً أو الـ LRE، ففي غالب الأحيان سوف تعرض مصطلحات مثل الاندماج والاحتواء. الاندماج يعني وضع طفلك ذو الاحتياجات التعليمية الخاصة في فصل تعليم عام لجزء من اليوم أو طول اليوم. والاحتواء هو منهج تدريسي يركز على إشراك الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة التعليمية في مجتمع المدرسة وليس في الفصل الدراسي فقط. يستفيد جميع الطلاب من تلقي التعليم مع إقرانهم الذين لا يتلقون تعليماً خاصاً، وذلك قدر الإمكان. كما يستفيد الطلاب ذوي الاحتياجات الاستثنائية من وجودهم في بيئة شاملة وتلقيهم لمنهج دراسي مناسب. إذ لم يمكن سد احتياجات الطفل في الفصل التعليمي العام مع الخدمات والمساعدات المناسبة، فيجب على فريق IEP بحث خدمات أكثر تركيزاً.